تضيعك فوق. انتوا جاكول ايه؟ يعني ما نويتش تعترف؟ عليا اهلا اهلا يا كبير، خطا عزيز، انا ورد المخزن. افارم عليكم يا رجاله. ها عامل ايه الواد معاكم؟ متربس حبتين، اللي ما شويه عيقل. اديله قديه؟ لا مش كتير، اديله ساعتين زمن دلوقتي. باه قديه هيموت طلع من الميه هدير. ده مهما كان يعني بلدياتنا وموته هيأثر فينا. ادرس تعال يا ادرس. ما تخافش انا مش هزيك. انا لو عاوز ازيك هزيك، انا مش عاوز. انت عاوز؟ احب على يدك يا كبير، مش عاوز. زين. قول يا ادرس. اقول ايه؟ الناس دي هذيله ساعتين هتعدن فيا ويقولوا لي قول قول، قولوا لي بس اقول ايه وانا اقول على طول. باه وانت ما قلتلوش اللي قلت لك عليه؟ جلابك ما قلتليش. انا اقول لك اللي قلت له عليه وما قالهولكش. قول. دلوقتي جوني وجماعته عم يطبخوا في حاده، بقالهم شوي. ايه هي؟ حاده؟ تفتكر ايه هي؟ ظهر ان صحتك جت على الميه وجو المصايف يا هدرس. فزاع! عمري جلابك! اقول 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 اقول. قناه. سيدوني هيعملوا قناه، عتاجي على التلفزيون. قناه ويطلع التلفزيون والحاجات دي، ها؟ اسمع يا هدرس. لو فتحت خشمك بكلمة واحدة، أخلي أكبر حتة في جدك ده. ولا ليه؟ أنا هديك عينة مؤقتك ده عشان تفكر مليون مرة قبل ما تفتح خشمك. يا أشرف! أمر يا كبير! أعمل الصح. تأمر يا كبير! بلاش الصح يا كبير! بلاش الصح يا كبير! اعمل لي قناه اعمل لي عشره. يعني هنعمل ايه يا كبير؟ انده للواد بسيوني ساد ده بتاع الدش وحصلني على الدوار. امر جنابك. اسمع يا بسيوني وركز معاي زين. امر يا كبير. انا عاوز اطلع في التلفزيون. كيف يعني؟ عاوز تمثل؟ امثل كيف يا جاموسه؟ ما تستغباش. انا عاوز يبقى لي قناه كيف القنوات اللي بتجي على الدش دي. بسيطة يا كبير. بسيطة كيف؟ هتجيب لي 10,000 متر سلك وفيديو والشرايط اللي هنحطها في الفيديو ونزيعه للناس. اهدى يا بسيوني لا طخك. هتطير ولا ايه؟ وبعدين كمل. بس كده؟ بس كده؟ و80 جنيه شغل يدي. ماشي ماشي، وكده القناة هتجي في التلفزيون؟ هتجي يا كبير، والمزاريتك كلتها هتشوفها. حق هادي يا بسيوني لو عملتها هيبقى ليك الحلاوة. عيب يا كبير، ده انا بسيوني ساد اللي دخلت الاوروبي واجي يجيب لي. انت هتتنطط ياد ولا ايه؟ قصره. الموضوع ده هياخد في يدك قد ايه؟ اسبوعين بكتيرة، وتلاقي البلد كلاتها بتتفرج عليك وتبقى نجم كبير. اللهم صلي على النبي. اسمع ياد، الموضوع ده لازم يتم قدامي. لو حد خد خبر يا بسيوني حقطع شلقك وارميك قدام القطر رايح جاي، وبرضه همسكك السلك عريان. هيبقى يوم تاريخي. I can't wait man, I can't wait. اخيرا بكره هاخد خطوه جديده في مشواري الاسطوري في المزاريطه. عيب عليك يا جوني، انا عمري وقعتك؟ انت مالك بالموضوع؟ انت كل ما اعمل حاجه عظيمه تحشر نفسك وخلاص. انت حيلا ايه الفكره؟ ايه يا جوني كام داون، في ايه؟ يا جماعه انتوا مش ملاحظين حاجه غريبه اليومين دول؟ لا مش اليومين دول، ده من زمان قوي انت مش واخده بالك. كل ما اعمل حاجه عظيمه واسطوريه يقول لي انا فيها وانا اللي عاملها. لا 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 مش هو ده قصدي. قصدك حبوب الشباب بدات تطلع لك؟ ايه ده؟ انت خدت بالك؟ باينة قوي بصراحة. بصي انت خفت شوكليت وعصبية. بجد؟ لا حاجة تانية. ايه انطقي؟ يعني الكبير لا ليه حس ولا خبر ولا بينط لنا كل شوية كده زي عوايده. هو تلاقيه ملطوط بس في بهايمه ورجالته وزرايبه وقرايبه والحاجات دي يعني. ده حتى فزاع اختفى. فزاع حبيب القلب. فيزو بموت فيك يا فيزو، بليز ما تسيبنيش يا فيزو. جوني دي اختي.
بيزو. يا عيني عليك يا ولد ابوي، يا عيني عليك. عمن يحرث في مي ما دريش باللي حيحصله لما تنزل القناة الكبير. انت ما ناويش تعمل اعلانات في البلد وليه؟ ناوي بس في الوقت الصح. اللي هو ميت الوقت الصح ده؟ ما تشغليش بالك انت يا هدية، انا عاوزك تركزي زين في البروجرام السبوعي اللي حنحطه في القناة عندنا. اديني قاعد اكتب في البروجرام بتاع يوم الافتتاح. ها يوم الافتتاح ده لازما ولا بد يبقى على رأي المدعوك، ده يوم جامد جدي. توماس ها شكلي ايه؟ بيرفكت ستايل ها. طب قولي الساعة باينة كذا؟ باينة ها؟ اوكي. ايه؟ اقفش عشان ابقى جان؟ لا 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 لا، انا عايز ابقى انا فانكي وايلد، فاهم؟ ما تتدخلش في المراكش فيه، همشيك. اوكي يلا يلا. ستاند باي 5 4 3 2 1. صباح الخير يا مزاريتا. صباح اشتاط. النهارده يوم ميلاد قناتكم الفضائيه الجديده الجامده جدي مزاريتا تي في. هتروشكوا وتفرفشكوا وفي مشاكلكوا هتحللكوا مع مزاريتا تي في. المزاريتا بقت على الخريطه. ايه؟ عيد. مش عيد تاني، مش عيد، مش هتديني اداء. انا عملت ده وخلاص، خلص الموضوع. مش ممكن. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا الجديد، برنامج الست الفت. النهارده اولى فقراتنا هي فقره الاكل، وطبعا كلنا بنحب الاكل بس نخلي بالنا عشان مش نبقى فات زي الدببه. والنهارده هنحضر اكله بسيطه جدا وهي فطيره البروكلي بالرمان. وانا عارفه ان الاكله دي كل الاطفال دايما بيطلبوها منكم، يا مامي عايز فطيره البروكلي بالرمان، يا مامي عايز فطيره البروكلي بالرمان، ودايما بيشتروها من بره. بس لا، نقول نو ونعمل ستوب ان ذيس بوينت ونخاف على صحة أولادنا وعلى الديجستيف سيستم بتاعتهم. إحنا هنا في برنامجنا الست الفت مفيش حاجة اسمها مستحيل، مفيش حاجة اسمها إن البيبيز بتاعتنا ياكلوا من بره. إحنا هنا بنعمل كل حاجة في بيوتنا بإيدينا النظيفة، والمقادير بتاعتنا سهلة جدا وبسيطة جدا جدا وموجودة في أي سوبر ماركت. والمقادير هي 1/2 كوب أوف زيت زيتون، 3 حبات رمان، بصلتين مبشورين، و بيض، وملح بيدوب في نص كوباية مية دافية، والدقيق، وطبعا البروكلي. والبروكلي ده ايه؟ مش هو الكرات اللفت من غير مية. نقول المقادير مرة تانية. ودلوقتي جه ميعادنا مع الفقرة اللي بتحبها كل ست، عرض فظيع بل فوق الفظاعة من كل دافلهات العالم لخطوط الموضة لعام 2010. هيعجبكم جدا. الا هي الطوطة دي يا زوين، ده شكله في ده كاس العالم للمقتبين. طب خلص خلص قبر يلمك. But now that I've had time to absorb it, loving this. It's all working out. Yeah, I didn't throw any of that out. It's all working out. Me and Charlie, you two, you know what we should do? The flapneck chameleons of Africa simply prep a burrow for their kids, and then they leave them to fend for themselves. First, mom uses her zygodactyl feet, that means 2 toes facing forward and 2 facing backward, to dig a deep burrow in the earth. Now that she's created... قروا في قرفكم يمين بالله. العيال دي لوزرز، اكبر لوزر زي كبير. هي العيال دي هتيره ولا ايه؟ عاملين برنامج عن السحالي والافراس، دول مالين البلد، احنا بنجيبهم من الحيطه بالشبشب. لا ولا البت اشلي جايبه لك نسوين كانهم نازلين من الفضاء وتقول لك قاليه موضه. بس ما تقوليش نسوين. على رايك يا كبير. هي دي نسوين؟ فين ست اليسا؟
والست هياتم وال شوفي عم يغنوا كيف نجح. شوفي شوفي على فكرة دي مسروقة. مسروقة منين؟ بنت ماي راي اللي هو انا هدي بتاع العيل العفش اللي يغني راب اللي اسمه اكزيبت اللي عم يعمل الدين. صح